العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مستحق الحمد لذاته العلي فلا حد لعلوه ولا نهاية، الكبير فلا أمد لكبريائه ولا غاية، الموجود لا عن عدم، الغني لا عن فقر، الرفيع لا عن ضعه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده وكلمته ورسوله ورحمته، صلى الله عليه واله خلفاء الله في ارضه وأمنائه على سننه وفروضه. أوصيكم عباد الله تعالى وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله تعالى والورع عن محارمه، فإنها أفضل الوصايا. ولا تكونوا ممن غرته وخدعته الدنيا الفانية واستهوته الأماني والخدع الباطلة، فركن إلى هذه الأيام القليلة السريعة الزوال الوشيكة الانتقال، فخذوا الأهبة والاستعداد لحلول النقلة، وعدوا الزاد لقرب الرحلة، فإن كل امرئ على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم. واعلموا أن دواء الذنوب الاستغفار والإنابة إلى الله تعالى، فتداركوا ذلك عاجلا قبل أن يحل عليكم وينزل بكم ملك الموت فيفاجئكم الرحيل وأنتم بغير زاد ولا حميم نافع. أيها الأخوة والأخوات جميعا، سلام عليكم رب رحيم غفور ورحمة منه وبركات. ما زلنا في وصية الإمام الصادق عليه السلام إليكم أيها الأخوة المؤمنون الموالون والأخوات المؤمنات المواليات. من أراد أن يكون صادقا في موالاته، في سلوكه، في سيره إلى الله تعالى، فليستمع بوعي إلى هذه الوصية من الإمام الصادق عليه السلام إلى الصادق في سلوكه وسيره. فوصلنا إلى هذه المقاطع. يقول عليه السلام: يا ابن جندب، لا تقول في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا، واستكينوا إلى الله في توفيقهم وسلوا التوبة لهم. نأتي الآن إلى هذه الصفة المهمة. أيها الأخوة والأخوات، كل مؤمن معرض إلى الخطأ، معرض إلى أن يقع في الذنب والمعصية والزلل. ما هي طريقة التعامل والتعاطي مع هذا الإنسان المؤمن الذي يقع في ذنب، في معصية، في خطأ؟ ما هي طريقة التعامل الحكيمة الصحيحة التي تنبع من الإيمان والأخلاق الصادقة؟ الإمام الصادق عليه السلام يرشدنا إلى الطريقة الصحيحة. نحن الآن أيها الأخوة والأخوات فلننظر إلى واقعنا. الواحد منا كيف يتعامل مع أخيه المؤمن إذا صدرت منه الخطيئة أو الذنب أو الإثم أو المعصية أو الزلل والعثرة؟ هناك صنفان. صنف يتعامل مع هذا الإنسان الذي رأى من أخيه المؤمن أو سمع من البعض أن فلانا ارتكب ذنبا، معصية، زللا، يتعامل معه بالتشهير والتسقيط والنشر لهذا الذنب والمعصية بين الناس أو في وسائل التواصل، أو يتعامل معه بالاحتقار والازدراء والتسقيط.
وهذا الأسلوب أيها الأخوة والأخوات ليس هو الأسلوب الحكيم والأخلاق الذي دعا إليه أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب حينما أرى زلناً خطأً أبدأ بنشره، كما يقولون الغسيل، نشر الغسيل والتشهير بهذا الإنسان، بل البحث عن عيوب وزلات أخرى لأنشرها. وقد يصل أحياناً الحد إلى أن أحمل حقداً شخصياً وغلاً لهذا الإنسان لأنه ارتكب المعصية الفلانية والمعصية الفلانية، فأنشر كل ما يقع تحت نظري أو سمعي أو يطرق سمعي من هذه الذنوب. لاحظوا إخواني ما هي نتيجة هذا الأمر؟ هذا سيؤدي إلى الانكسار النفسي والمعنوي لهذا المؤمن، سيؤدي إلى عزله اجتماعياً، إلى استحقاره من الآخرين، وبالتالي قد يؤدي إلى التمادي في المعصية. ما هو المطلوب؟ الإمام عليه السلام بماذا يوصينا؟ شريعة الإسلامية بماذا توصينا؟ التفتوا إخواني، هذا الإنسان المؤمن، لاحظوا تعبير الإمام عليه السلام، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم. هذا الإنسان المؤمن أشبه بالمريض، المريض الذي يحتاج إلى رحمة، أن نعيد الصحة إليه، أن نرجعه إلى المجتمع وإلى الناس لكي يعمل وينشط في عمله وفي خدمته. نحتاج هذا المريض إلى الرحمة، إلى العاطف، إلى أن أدعو له أن الله تعالى يشفيه ويعافيه لكي يعود من حالة السقم والمرض إلى حالة الصحة. كذلك الإنسان الذي يرتكب المعصية هذا أشبه بالمريض، مريض في إيمانه، مريض في قلبه، في سلوكه، هذا يحتاج أن نعيده، أن نصلح شأنه وأن نعيده إلى جادة الصواب، أن نفتح له أبواب التوبة والرجوع إلى الله تعالى. وهذا يدعو منا أن ندعو الله تعالى كما يبين الإمام عليه السلام، أن ندعو الله تعالى لكي يوفقه إلى التوبة. حينما أسمع فلان ارتكب معصية أو رأيت أقول إلهي وفقه إلى الهداية والتوبة النصوح والصادقة، لا أنه أبدأ أثرثر مع البقية في معاصيه وفي زلاته. هذا واحد. الشيء الثاني إخواني، كل إنسان معرض إلى الخطأ والزلل. أنا لو أخطأت وحصلت مني المعصية كيف أتمنى أن يتعامل معي الآخرون؟ هل أنه أتمنى وأحب أن يشهر بي وينشر هذا الذنب ويتحدث به أمام الآخرين وأسقط اجتماعيا وأخلاقيا ومعنويا عند الآخرين؟ أم أحب هذا الإنسان المؤمن الذي يزدد من الخطأ يحب من الآخرين أن يستروا عليه ولا يتحدث بذنبه، ويحب من الآخرين أن يأتوا إليه وينصحوه، يقول له هذا ذنب، هذه معصية، هذا خطأ، كيف يصدر منك أيها المؤمن؟ والنصح بينه وبين هؤلاء. هذا واحد. شيء آخر، قد يقول هذا المؤمن أيها الأخوة الآخرون، أنا هذه صفحتي فيها نقاط سوداء وجزء من هذه الصفحة بيضاء، لي زلات وعثرات ولي حسنات، لماذا لا تنظرون إلى الحسنات والإيجابيات والأعمال الصالحة؟ لماذا تنظرون في الصفحة البيضاء إلى النقاط السوداء فقط؟ لا تنظرون إلى المقدار الأبيض من هذه الصفحة. هكذا ينبغي للإنسان المؤمن حينما يوازن بين ما يصدر من الإنسان من سيئات ويقارنها بالإيجابيات، فكما يحب أن يتعامل معه الآخرون بهذا النوع من التعامل، المطلوب أن نصلح شأن هذا الإنسان المؤمن الذي أخطأ، لا أن ننتقم ونتشفى منه بأن ننشر سيئاته وذنوبه. لذلك الإمام عليه السلام يقول: لا تقل يا ابن جندب، يا وصية لنا جميعا، لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا. أنا إذا سمعت من الآخرين أن فلان
ارتكب خطأً وذنباً ومعصيةً، إذا رأيت أدعو له، توجه له بالدعاء. كما هو المريض، هذا أخي المؤمن تمرض، أنا ماذا أفعل؟ أتوجه إلى الله تعالى بالتضرع والاستكانة والخشوع وتوجه القلب من أجل أن يستجيب الله تعالى لدعوتي حتى يشفى هذا المريض. لذلك الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ لا تقل في المذنبين من أهل دعوتكم إلا خيرا واستكينوا إلى الله. تفتوا إخوان، الإمام لم يقل ادعوا الله، قال استكينوا. ما معنى الاستكانة؟ أن تتوجه إلى الله تعالى بتضرع، بخشوع، بتوجه قلب، بنية صادقة أن الله تعالى يوفق هذا الإنسان أن يهتدي وأن يعود إلى جادة الصواب، لأن المطلوب أن نصلح هذا الإنسان. لذلك يقول واستكينوا إلى الله تعالى في توفيقهم وسلوا التوبة لهم. وهناك نقطة مهمة إخوان، حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، ربما هناك أحيانا إنسان مؤمن يرتكب خطأ ومعصية، خاتمته سعيدة، حسن الخاتم، هذا أدى فد أساس نقي، هذا أدى معدن صالح ونقي، ربما عند أعمال حسنة كبيرة عند الله تعالى يوفق للتوبة النصوح وتكون عاقبته حسنة. فعلينا أن نفرق بين عمله وبين شخصيته. وهناك إنسان مؤمن ربما ليس لديه مثل هذه الأعمال من الذنوب والمعاصي، ولكن في قلبه أو في سيرته شيء سيء وعظيم وخطير عند الله تعالى لا يوفق إلى حسن العاقبة. لاحظ في الحديث الآتي الله تعالى خلقه أن يفرق بين عمل الإنسان وشخصه. ما الذي نريد أن نقوله إخواني؟ إذا رأيت من أخيك المؤمن معصية أو زلل، لا يتحول هذه النظرة إلى معصية إلى حقن شخصي وإلى غل في القلب اتجاه هذا الإنسان المؤمن. تبقى شخصيته الآن تتعامل معه بالنصح والتوجيه والإرشاد، وتبقى شخصيته محترمة، لأنه ربما يتوب ويؤدي به الأمر إلى حسن العاقبة. لاحظوا إخواني هذا الحديث والتفتوا إلى الدقة في هذا المعنى. في هذا الحديث إن الله عز وجل خلق السعادة والشقاوة قبل أن يخلق خلقه، فمن علمه الله سعيدا لم يبغضه أبدا، وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه. شوف إخوان، الله تعالى يعلم فلان خاتمته سيكون سعيد، ارتكب معصية ولكن سيتوب وتكون خاتمته سعيدة، ارتكب شرا وارتكب معصية سيبغض عمله لكن لا يبغضه، لا يبغض شخصه لأنه يعلم بخاتمته. شخص آخر الله تعالى يعلم به شقي وعنده أعمال جيدة ولكن خاتمته ليست حسنة، وهذا موجود في المقطع الثاني. وإن علمه شقيا، يعني نتيجته إلى الشقاء، لم يحبه أبدا، وإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه. يعلم هذا الإنسان، قد في نظرنا هذا الإنسان إنسان كبير وعظيم ولكن خاتمته الشقاء. الله تعالى حتى لو عمل صالحا طالما خاتمته الشقاء وسوء العاقبة تمام عمله، قد يكون لديه بعض الأعمال الجيدة يحب العمل ولكن يبغض الشخص هذا لما آل إليه مصيره من الشقاء. لذلك النقطة التي نريد الوصول إليها إخواني وأخواتي، حينما يرتكب إنسان مؤمن، أخوك مؤمن، أختك المؤمنة، حينما يصدر منه زلل وعثرة ومعصية، ابغض العمل، لا تحقد، لا تحمل الغيل والعداء لشخص هذا الإنسان فتعاديه في جميع مجالات حياته، لأن ذلك سيؤدي إلى انكسار وبالتالي سد
الباب التوبة على هذا الإنسان. ثم أيضا من الصفات الأخرى التي يذكرها الإمام عليه السلام يقول: فكل من قصدنا ووالانا ولم يوالي عدونا وقال ما يعلم وسكت عما لا يعلم أو أشكل عليه فهو في الجنة. الذي صفات الموالي لأهل البيت، والذي يتزامن مع الموالاة ويقترن بها التبري من أعدائهم، لابد أن تكون له صفة مهمة، أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه ويجهله لا يستحي، لا يخجل، يقول أنا لا أعلم، أو أشكل عليه شيء فيه شبهة يقول هذا فيه شبهة أنا لا أعلم، قد يكون جوابه كذا أو جوابه كذا، هذا تكون نتيجته رضا الله تعالى ويكون في الجنة. نوضح إخواني بمصادق لهذا المقطع ولهذه الصفة. أحيانا أهل العلم، سواء كان من أهل العلوم الدينية أو العلوم الأكاديمية والتخصصية، رجل دين، طبيب، مهندس، فيزياوي، في كل مجالات العلم، إذا إنسان المؤمن حينما يسأل عن شيء ربما أحيانا يصعب عليه، يقول أنا إذا قلت لا أعلم سيؤدي ذلك إلى الانتقاص من مكانتي ومنزلتي ويقل احترامي عند الناس، فأجيب بأي شيء حتى لا يحصل هذا الانتقاص والتوهين لمنزلتي ومكانتي. ولكن أين المشكلة إخواني؟ التفتوا، أحيانا البعض يسأل عن أمور عبادية، أحكام عبادية، قضايا فقهية في العبادات في المعاملات، عن أمور اجتماعية، عن أمور علمية تخصصية، يستحي أن يقول أنا لا أعلم، أنفته وكبرياؤه يمنعه أن يقول لا أعلم، فيجيب بما يؤدي إلى وقوع الآخر في الجهل والضلالة والبعد عن الحقيقة. كما نرى البعض، رجل كبير في السن، امرأة كبيرة في السن، سأل في أيام شبابه عن حكم صلاة، صوم، عبادة، أمور أخرى علمية، حتى في الأمور التشخيصية الطبية والهندسية والاجتماعية وغيرها، فأجاب جوابا خاطئا. بعد 30 سنة صلاته خطأ، صومه خطأ، عبادته خطأ، أو في قضية طبية تشخيصها خطأ أدى إلى أن هذا الإنسان يتفاقم مرضه أو يموت، ولا يستشير ويسأل الآخرين من أهل الاختصاص والعلم والحنكة والخبرة في هذا المجال. من يتحمل تبعات هذا الأمر؟ هذا الإنسان الذي كان يستحي أن يقول لا أعلم، كيف أقول لا أعلم وأنا لي المكانة العلمية وكذا وكذا، فتحمل تبعات ذلك. لاحظوا لذلك الأئمة سلام الله عليهم كثيرا ما يشيرون إلى هذه المخاطر. في وصية عن رسول الله لأبي ذر يقول: يا أبا ذر، إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه تنجو من تبعته. هذه التبعات التي تنتج من الجهل، لأنك توقع حينما لا تعلم وتجيب، توقع هذا الإنسان السائل في الجهل والضلالة، تبعات هذا الجهل تقع عليك وستسأل عنها، سواء كانت دينية أو دنيوية. الذي يحمل مسؤولية العلوم الدينية أو العلوم الأكاديمية، أستاذ في الجامعة، مدرس أو غير ذلك من هذه الأمور، إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول لا أعلم، هذا نابع احترامه، منزلته عند الله تعالى ستكبر، احترامه عند الناس سيعلو ويعظم. لماذا؟ لأن هذا الرجل لديه تقوى، لديه ورع، هدفه أن يهدي الناس إلى الحقيقة والعلم، لا أن يوقعهم في الضلالة والجهالة، لذلك مكانته ترتفع. لذلك أيها الأخوة والأخوات، إذا سئلتم عن شيء لا تعلمونه قولوا لا نعلم، لا تستحون، لا تخجلون أن تقول الإنسان لا يعلم في شيء إذا سئل عنه وهو لا يعلم، أو شبهة
لا يعلم، متأرجح جوابها كذا أو جوابها كذا، يقول لا أعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: تنجو من تبعته ولا تفتي الناس بما لا علم لك به، تنجو من عذاب يوم القيامة. ثم يبين الإمام عليه السلام أيضا في المقطع الآخر من وصيته: يا ابن جندب، يهلك المتكل على عمله ولا ينجو المشترئ على الذنوب الواثق برحمة الله. فقلت: فمن ينجو؟ قال: الذين هم بين الرجاء والخوف كأن قلوبهم في مخلب طائر، شوقا إلى الثواب وخوفا من العذاب. تفتوا إخواني، هنا مقطعين مهمين. يهلك المتكل على عمله، لاحظوا إخواني، أحيانا الإنسان المؤمن العابد أو الذي يقوم بأعمال صالحة، مشاريع خيرية، يخدم المذهب، يخدم الدين، يخدم الفقراء، يقوم بأعمال مبرات وخيرات ولديه عبادات كثيرة، أحيانا بعض هؤلاء المؤمنين يصيبهم من كثرة هذه الأمور التي لديهم، يصيبهم الاعتداد والرضا والغرور والعجب بأعمالهم وطاعاتهم. ماذا يقولون في أنفسهم؟ يقولون: هذه فيها الكفاية، أن أنجو من العذاب والعقاب وأنال رضا الله تعالى والمنازل الرفيعة والمقامات السامية في الجنة عند الله تعالى. الإمام عليه السلام يقول هنا: يهلك المتكل على عمل الذي يصيبه الاطمئنان والرضا عن عباداته وطاعاته، يقول هذا الإنسان يهلك. لماذا؟ سأذكر لكم حديث قدسي. الإنسان المؤمن إخواني مهما أتى من عبادات وطاعات وقربات وأعمال صالحات ومشاريع خيرية وخدمة للدين والمذهب وللأئمة عليهم السلام وللفقراء وغيرهم من شرائح المجتمع، المؤمن الصادق عليه أن يشعر بالتقصير في عمله وطاعاته. لو أنه أفنى عمره وشبابه وأتعب بدنه ونفسه غاية التعب في كل هذه الأعمال، المؤمن الحقيقي يشعر بأنه دائما مقصر. حتى يدفع هذا الشعور بالتقصير، يدفعه إلى المزيد من العمل، مزيد من التقوى، مزيد من الأعمال الصالحة، مزيد من المقامات السامية في الأخلاق والسير والمعاشرة. إنسان حينما يشعر بالتقصير يندفع أكثر في العمل الصالح. إذا شاء يقول: أنا لا، الحمد لله، أعمالي ما شاء الله، عباداتي، أذكاري، أعمالي الخيرية، مشاريع الخيرية، مباراتي، خدمتي للناس، خدمتي للأئمة، ما شاء الله، هذا فيه الكفاية. يقول: يهلك المتكل على عمله. في بعض الأحاديث إخواني لا ينال أحد حتى الأنبياء الجنة ورضى الله تعالى إلا برحمته ولطفه وعنايته. إخواني التفتوا إلى هذا الحديث الآخر عن الإمام الباقر عليه السلام في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى: لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابه، فإنهم لو اجتهدوا بذل كل جهد ووسع وأتعبوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي. لو أفنى الإنسان عمره وشبابه وبذل كل وسعه وطاقاته وإمكاناته في طاعة الله تعالى وعبادته كان مقصرا ولم يبلغ كنها عبادة الله تعالى التي يستحق بها المنازل الرفيعة في الجنان ورحمة الله تعالى. فإنهم غير بالغين في عبادة كنها عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلا في جواري، ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فإن رحمتي عند ذلك تدركهم.
فقد كان إذا عندنا حسن الظن بالله تعالى ورحمته وأن نشمل مهما أتعبنا أنفسنا، إذا كان لدينا اطمئنان حسن الظن الثقة لأن رحمة الله تعالى ستدركنا حينئذ، فإن رحمتي عند ذلك تدركهم ومني يبلغهم رضواني ومغفرتي تلبسهم عفوي، فإني أنا الله الرحمن الرحيم، بذلك تسميت. لذلك إخواني مهما اجتهدتم في طاعة الله تعالى، والذين يعملون في المبرات والخيرات والأعمال الصالحة، مهما أفنى الإنسان عمره واستفرغ وسعه وطاقاته وإمكاناته في طاعة الله تعالى وعبادته، لم يبلغ كنه العبادة التي يستحق بها المنازل الرفيعة في الجنة. دائما اجعلوا ثقتكم اطمئنانكم برحمة الله تعالى وعنايته ولطفه، حينئذ إذا كان الإنسان في أعماق قلبه يشعر هذا الشعور من الاطمئنان بأنه يرجو رحمة الله تعالى وعنايته ولطفه، حينئذ سينال الرحمة. ماذا قال؟ أنا لدي من الصلاة والعبادة والأعمال والإنفاق والمبرات والخيرات والخدمة الشيء الكثير، وكان في قلبه هذا الشعور بالاطمئنان، لا ينال رحمة الله تعالى أبدا. وحينئذ لا ينال ما يأمله ويرجوه في الجنان عند الله تعالى. نسأل الله، نكمل إن شاء الله في خطبة القادمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من الراجين حقا لرحمة الله تعالى، الخائفين صدقا من عذابه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.